السلام عليكم ورحمة الله. هسه هشرح لكم الـ indirect cholinergic agonist. خلينا نتفق انه هاي الفئة من الأدوية في العادة بيكون السفكس تاعها أو آخر مقطع فيها هو ستيجما أو ستيجمين، تمام؟ خلينا نتفق برضو انه في مرض عنا اسمه جرافس أو ميسثينيا جرافس، تمام؟ هذا هسه كيف هسه شو هذا المرض؟ هو اشي في العضلات، فبرخي العضلات اشي زي هيك. المهم هو مش مطالبين بتفاصيله يعني، بس خليك عارف انه هذا الحيط احمر ومخطط. ليش؟ لانه اشي لانه بيشبه العضلات، فهذا المرض له علاقة بالعضلات. وعندنا ثلاث ادوية اللي هو هذا الدواء وهذا الدواء، هاي شايف هاي المرة، هاي دواء وهاي الدواء، بيعالجوا هذا المرض، تمام؟ خلينا ناخذهم واحد واحد. هذا ايش؟ هاي لمبة نيون، اذا نيو ستيجما، تمام؟ نيو ستيجما. هسا يمكن مش مبين عندكم، بس هون هاي المره مكتوب هذا اول دواء نيو ستيجما. ثاني مرض مكتوب عليه ايش اسم المرض؟ ايش المره مكتوب عليها؟ كوميونيتي برايد، اذا بيريديو ستيجمين. كوميونيتي برايد بيريديو ستيجمين. لو تلاحظي قاعده بتمسح الجرافس، يعني قاعده بتعالجه او قاعده بتخفف من اعراضه، تمام؟ اذا بيريديو ستيجمين. ثالث واحد هذا ايش؟ هذا اسمه فون بوث. لو عمرك شفته بالافلام ببريطانيا وهيك، عندهم هذا الاشي اسمه فون بوث، بتفوت بتحكي وبتطلع. هذا الفون بوث بيعطينا اسم الدواء اللي هو اندوفونيوم، فونيوم، فون فونيوم، اندوفونيوم. هذا الدواء طبعا هو مش علاجي، هو دياجنوستيك، يعني انت بتعطيه للمريض عشان تعرف اذا هو عنده جرافس او لا، مش عشان تعالجه، لانه كانه حسب ما اذكر انه لانه الهاف لايف تاعه قصير فما بينفع للعلاج اصلا، تمام؟ تمام. خلينا نتفق برضه النيوستيجمين هذا هو انتيدوت للتيوبا كورارين، تمام؟ اللي هو ايش؟ تيبوكورارين اللي هو انتي ماسكورينيك، هذا انتي دوت النيوستيجمين، انتي دوت له. هسه في تفاصيل ثانيه بس خلينا في اللي احنا ماخذينه، تمام؟ تعال ننتقل لهون الفيز اديوكيشن كوميونيتي ريك سنتر ستيجما. شو هذا الاشي؟ هذا فيز اللي هو فيزوستيجمين. شو خصائص هذا الدواء فيزوستيجمين؟ لاحظ فيز فيزوستيجمين، اول اشي هو انتي دوت للاتروبين. كيف عرفت انه اتروبين؟ هاي شو؟ هاي اليس ان ذا وندرلاند، هذا فيلم، بس احنا هون حنسميها اتروبين ان وندرلاند. وليش ليش ماسكه هاي الورده؟ لانه هي ورده اسمها بيلادون، هاي الورده هي مصدر طبيعي للاتروبين. فبالتالي لو اجاك واحد كان ماسك ورد واجاك على الطوارئ ولا اجاك على المستشفى وكان عنده اعراض الاتروبين اوفر دوز، فجاه دغري بتعرف انه هو اتروبين اوفر دوز، وبتعطيه شو؟ الفيزوستيجمين، تمام؟ تمام. شغلة ثانية برضو اللي هي جيمسون ويد، برضو هاي نبتة او بعرفش ويد يعني حشيش او لا، ما بعرف صراحة، بس جيمسون ويد برضو مصدر طبيعي للاتروبين. فبالتالي اذا اجاك عندك اتروبين اوفر دوز شو بتعطيه؟ فيزوستيجمين. شغلة ثانية، شوف شو مكتوب هون، يور برين اون دراجز، هذا بحكي لك انه الفيزوستيجمين فعليا بفوت على الدماغ، بفوت على السي ان اس، فبيعمل افكتس في السي ان اس، تمام؟ ممتاز. هسه هاي طبعا اعراض الباراسمباثيتك. هسه هي هو يعني كان لها اختصار بس خلص رح نعملها سكيب لانه ما انذكرت. هذا ايش الاشي؟ هذا اشي ريحته فايحه اسمها اورجانوفوسفيت، موجود في الانسكتيسايد، في اللي هي المبيدات الحشريه اللي بحطوها على النباتات مرات. هذا الاشي شو بيعمل؟ هذا الاشي بيشبك يعني بيشبك مع الاسيتيل كولين استريس، فبالتالي بيعمل له انهيبيشن، ولكن بيكون رابطه قويه جدا. فبالتالي انت عشان تشيله محتاج اشي اسمه برالدوكسيم. برالدوكسيم ليش؟ برالدوكسيم شو يعني؟ لد، لد يعني غطاء. في هون عندي اشي بدي اغطي عليه، تمام؟ بدي اشيله، بدي اغطي عليه. فشو بدي اغطي؟ غطي اورجانوفوسفيت، بدي اشيله. فشو بحط له؟ برالدوكسيم. برالدوكسيم لد يعني غطى، فبدي اغطي عليه خلص. ولكن بعد فتره من الزمن، يعني مثلا 6 ساعات هيك اشي، هاي الرابطه اللي بين الاورجانوفوسفيت والاسيتيل كولين استريز بتقوى، بتصير ايرفرسبل، فحتى البرالدوكسين ببطل ينفع معها. وبالتالي هون مصيبه يعني، لانه حتى الدكتوره حكت انه هذا كان يستعمل في حرب سوريا، يعني كان ممكن يقتل الناس. فيعني يب. هسا بنروح لأدوية الزهايمر. يا سيد العزيز، هنا في ختايرة زي عندهم زي كوميونيتي أو مجتمع لمرضى الزهايمر، بتسلوا فيه
تمام، بتفوت انت عليهم بتلاقي مكتوب على اليافطة هنا الزهايمرز جالا، الزهايمرز جالا، جالا من تين، جالا من تين، هذا اول دولة الزهايمر، جالا من تين. ريفرس ذا ستيغما ريفا ستيغمين، ريفرس ذا ستيغما ريفا ستيغمين، هذا ثاني دواء للالزهايمر. ثالث دواء شوف هنا، هذا ضايل له اخر قطعة ويخلص البازل، اذا هي ويل بي دون وذ ذا بازل، معناته دون بيزيل. هون يا سيدي العزيز بكون خلصنا دون بيزيل، جارمنتين و ريفرس ريفاستامين ستيغمين قصدي. بس هون طبعا هذا بيقول لك انه هون الريفرسبل اورجانوفوسفيت، يعني خلص هذا اختيار له زمان برش قاعد، فيعني خلص صارت الريفرسبل. تمام بس اتوقع هيك هذا هو اللي اخذناه، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. يعطيكم العافيه.